أحسن الله إليكم. هذا حمزة يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر، وما الأثر المترتب على الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر الإيمان به من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. ولا فرق بين القضاء والقدر، فتؤمن بأن الله قدر كل شيء، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. نعم.